السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. احنا في آخر شهر شعبان وإن شاء الله بعد بكرة هيحل علينا شهر رمضان الكريم، وبالمناسبة كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. دلوقتي عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا، لا تنشروا الخوف والقلق في المجتمع وبين الناس من فضلكم، طمئنوا بعضكم بعضا، فنشر الطمأنينة في أوقات المحن والقلق منهج نبوي. فذكر في القرآن الكريم يوسف قال لأخيه فلا بئس بما كانوا يفعلون، وشعيب قال لموسى لا تخف، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عشان كده أنا جيت أقول لكم النهاردة اطمنوا من يحدثكم عن زمن مخيف، حدثوه عن رب الوقت، حدثوه عن نور الفجر بعد ظلام حالك، حدثوه عن موسى الذي استعان بربه فنجاه بعد أن كان هالك، حدثوه عن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله، حدثوه عن قوله تعالى لعل الله سيحدث بعد ذلك أمرا، حدثوه عن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حدثوه عن الاستغفار، حدثوه عن قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفروه، أخبروه أن عمر رضي الله عنه يقول لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، أخبروه أن الدعاء يرد القضاء ويغير القدر، وأن الله يستحي أن يرد دعاء عبده المؤمن. أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر المؤمن كله خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وأن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اطمنوا، فربنا سبحانه وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأخيرا، كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله توكل المؤمنون. اطمنوا، هتعدي على خير بإذن الله، بس انتوا قولوا يا رب وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ابقوا آمنين وابقوا مع الله. كان معكم سندي، للقاء.